حاضر. ايه ده؟ ده ميزو بيديله اوامر. ارجع يا حسن. ايه اللي جابك هنا؟ انا بتكلم جد، عفريت ايه اللي جابك وانت نايم؟ ايه اللي جابك هنا؟ ارمي دي. اتكلم. عفريت اتولدت هنا؟ رمضان اتحول يا حسن. يا كود انت بتقعد بعد مش هينفع كده. والله ما هتروح. اسمع مني بس. اسمع مني بس. بس انت خلاص. صل على النبي، صل على النبي. انا دلوقتي لو سبتك تروح له مش هترجع تاني. لا اما هيخلص عليك، لا اما هيحولك كائن مرعب، لا اما هيخليك بتاكل لحوم البشر، هيعمل فيك اي مصيبه. ده بص استنى بس عايز اقول لك حاجه. طب قول لي حاجه. محمد اخويا اتأذى. ماشي. ام اخت اخويا ابويا العيله كلها اتأذى. انت عايز عشان ما انا بقى مش هضحي بيك انت. لا يا عم خلاص. لا ضحي. يا عم كفايه. روح خد بس. خد بس. خد يا ميزو. ما تهزرش. تعالى كده. خد يا ميزو. ما تهزرش يا ميزو. خد اقول لك حاجه. خد استنى طيب. طب استنى ما تروحش عندي. بالله عليك ما تروحش. ايه ده؟ تعال اسمع الكلام. بص جاي، تعال بقى، تعال ريحني وتعال. ايوه ربنا يهديك. تعال حسن خليك مع رمضان. خليك مع رمضان. ايه هنعمل ايه حسن؟ لا ما عمر ربنا هنعمل ايه. استنى. ارجع ارجع اخد ميزو. ارجع حسن. ارجع تعال هنا. تعال ارجع ارجع اخد ميزو برضه. عمل برضه اللي في دماغه. الله ينعل ابو الغباء يا اخي. على العيله كلها تتاخد. استغفر الله العظيم يا رب. الله ينعل ابو الغباء اللي في دماغي. الزباله اللي ما بتنضفش دي هنعمل ايه دلوقتي؟ يا جدعان يا جدعان بالله عليكم اللي عنده حل يقول لنا. الكائن المرعب اذى ناس كتير وانا مش هحدد هو اذى مين بالظبط. تعالى هنا عم رمضان. ودلوقتي ميزو ركب دماغه وقال لك اخلص عليه واخد ميزو. خد العيله بتاع ميزو. خد عيله ميزو كلها. بس يا رمضان بقى ارجع 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 الكائن هنا. على فكره يا جدعان المره دي الكائن الاسود. تعالى يا حسن مش الكائن الابيض. الكائن الابيض اختفى. انا استغربت من الموضوع ده جدا. مش انت موته الكائن الاسود؟ كان لسه قدامات مرتين برجع بروح تاني. خليك مع رمضان ثاني احسن. خليك مع رمضان. انت من الناس هتشد حاجه. اقفل. خليك مع رمضان هنا. طب يا جدعان ارجع شويه. ارجع انا واقف على زر الجرس. واللي عنده حل يا ريت يقول لنا يا جدعان. طيب ده حوالينا شوك وشجر. حسن تعال يا حسن. تعال. تعال هنا توقفني. تعال اخلص. ميزو هو تعال. يا ابني تعال هنا. يا عم تعال. كوتا. شكله سيطر عليه يا كوتا. سيطر عليه ازاي؟ اهو قرب كده حسن نور هنا. ايوه ايوه يا عم هو بيعمل كده ليه؟ ما اعرفش. ميزو ارجع ارجع ورا. لا سيطر عليه. ارجع. هنعمل ايه؟ حسن اظبط ايدك. الحق ده جاي وراه. قرب يا حسن قرب يا حسن. بصوا يا جدعان اللي بيحصل ده جنبه. ايه اللي بيحصل ده؟ حطه. ايه ده؟ ده ميزو بيديله اوامر. ارجع يا حسن. ارجع يا حسن تعالى هنا. اجري يا رمضان. تعالى كده اجري كده يا حسن تعالى. يا جدعان ده ميزو ادى للكائن الاسود المرعب اوامر. انا مش فاهم حاجه. مش هو كده مين اللي سيطر على مين؟ ميزو اللي سيطر عليه ولا هو اللي سيطر على ميزو؟ ده مش على كده. ده حد ميزو يا كوتا. معرفش واحد. تعالى اجري كده. هو كده ميزو معاه ولا ايه؟ انا مش فاهم اي حاجه. معرفش. تعال 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 بسرعه احسن منك. ولا ما كان عليا. شوف جاي من هنا. شوف جاي من هنا. ايه ده؟ ده حمو بيك اهو. ايه؟ كلنا هنموت النهارده. انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ انا بتكلم جد عفريت ايه اللي جابك وانت نايم؟ ايه اللي جابك هنا؟ ارمي دي. اتكلم. العفريت كان واقف هنا. عفريت كان واقف هنا؟ يا جدعان ده حمو بيكا كمان ظهر. والله العظيم انا ما فاهم حاجه. الموضوع كده بقى ملخبط الواحد عقليا ونفسيا وبدنيا وكل حاجه. انا معايا رمضان الكائن المرعب سيطر على ميزو ودلوقتي حمو بيكا جه هنا. انا عيني قفلت بجد. انا مش فاهم حاجه ودماغي لفت. انا حاسس الدنيا بتلف بيا. وعيل صغير ظهر. والواد ده الواد ده مش كان ظاهر في البيت عند ميزو؟ ايوه صح كان بيكهرب. ايوه يا كوت ده الجيد. بصوا بصوا يا جدعان جه مع بعض ازاي. بصوا المنظر اهو. اشاره لحد فينا. اه ارجع. ارجع. ايه ده؟ تعالى تعالى.
تعالي هنا يا رمضان. الكلف الجاي ورايا، الكلف الجاي ورايا. فين حبيبك؟ فين؟ بيكا؟ مش يتكلم، ما حدش يتكلم. اخذ بيكا. بيكا في ايده؟ ما تخافش يا بيكا. بس اوعى تتحرك، اوعى تتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخذوا حمو بيكا مننا. اخذوا حمو بيكا مننا تاني يا جدعان. بس المرة دي الكائن الأبيض اختفى والكائن الأسود هو اللي ظهر وأخد حمو بيكا وأخد ميزو، وأنا مش عارف هو اللي سيطر على ميزو ولا ميزو اللي سيطر عليه. أنا مش فاهم. بصوا شكله عامل إزاي. بصوا يا جدعان جسمه قد إيه. ده جسمه أكبر من الكائن الأبيض بكتير. بصوا يا جدعان الرعب اللي إحنا فيه. شايفين المنظر؟ ارجع. أنا اللي وقعت يا جدعان. أنا اللي وقعت. أنا اللي وقعت على الأرض يا جدعان. رجلي اديتها له. طب هنخلص عليه إزاي ده؟ وعلى فكره يا جدعان العلم ده مش الكائن الاسود اللي كان بيجي قبل كده. التاني كان جسمه صغير، واكيد الناس اللي تابعتنا وشافت الاجزاء التانيه فاهم الموضوع ده كويس. ده جسمه اطول واعرض. انا مش فاهم اي حاجه. هما دلوقتي اختفوا. انا مش عارف اعمل ايه. اجيب حمو بيكا ولا انقذ ميزو؟ ما تيجي يا عم اتكلم، قول اي حاجه. هنعمل ايه؟ معرفش. ما تعرفش؟ عالم ربنا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. تعالى حسن كده. يعني بيكا وميزو اتاخدوا مننا. بيكا وميزو اتاخدوا واحنا في حته مقطوعه، وانا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. المفروض يا جدعان احنا كنا جينا هنا علشان نخلي ميزو صلاح ياخد حقه من الكائن ده ومن اللي هو عمله في اهله وفي البيت اللي هو قاعد فيه. ودلوقتي الكائن الاسود سيطر على ميزو بعد ما الكائن الابيض سيطر على عيلته كلها. الكائن الاسود رجع سيطر عليه. يعني انا مش فاهم دلوقتي اعمل ايه. انا دلوقتي عايز اقول لكم مفيش دماغ. انا الدنيا بتلف بيا، وفي نفس الوقت لقيت حمو بيكواب جنب شجره لوحده والموضوع بقى الحق. خد رمضان. اخد رمضان؟ اه. ازاي؟ بص ميزو عامل ازاي؟ هو ميزو مش هيأذينا اكيد. قرب عليه بالراحه. بيكا هات ايدك، مد ايدك تعالى. بالراحه تعالى. تعالى امشي يا بيكا. ما تخافش. بس ايوه. بس تعالى حسن. تعالى يا بيكا. تعالى بسرعه. انت جيت هنا ازاي يا بيكا؟ تعالى هنا. مش وراك اهو. بصوا يا جدعان انا عايز الكل يصلي على النبي ويسمعني كويس. انا دلوقتي ماليش اي حد غير ربنا ثم انتوا. رمضان مدحت اتاخد، مفيش غير حمو بيكا زي ما انتوا شايفين. فوق معايا كده وعايز راجل ماشي. بالله عليكم يا جدعان، بالله عليكم الكل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس علشان لو عملنا اجزاء ثانيه توصل لك. واحنا كده كده هنعمل اجزاء ثانيه ومش هنبطل، وهنفضل ايدينا في ايد بعض لحد ما نخلص على كل الارواح الشريره. فبالله عليكم، بالله عليكم يا جدعان الكل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس وتكتب لنا في التعليقات اعمل ايه دلوقتي في النصيبه اللي انا فيها. حسن خليك معاك هنا ثانيه واحده ماشي. انا هبص وصل هنا. اللي جابك هنا بتضحك؟ بقول لك ايه. نعم. هم واقفين هناك ورمضان واقف متصلي ما بيتحركش. انا هروح دلوقتي واحاول اجيبه، بس هتبقى نصيبه سودة لو هم حولوا رمضان كمان. هيبقى كده علينا الكائن الاسود وميزو ورمضان مدحت، وعلينا كمان الكائن الابيض اللي في البيت عند ميزو مش عارفين نطلعه. فربنا يستر. تعالى دي هات ايدك، هات ايدك وعايزك راجل معايا. اوعى تيجي معايا طبعا، ما تسيبني لوحدي في عبيط. انت راجل معايا. وكده خلي بالك بقى يا حسن، ياخدوك انت كمان. بص رمضان واقف ازاي قرب. انا عايزك توري للناس، انا عايزك توري الناس المأساة اللي احنا فيها. فنروح بره ما تتحركش. بص رمضان سامع الاصوات تطلع. قرب قرب. ايه اللي بيحصل ده؟ يعني تعالى بيك. ايه اللي بيحصل ده؟ يا جدعان لو حد فاهم حاجه بالله عليكم قول لنا. بص رمضان بيعمل ازاي؟ ده بيشاور علينا. بص رمضان بيعمل ازاي؟ واقف اهدى اهدى. بيكا ما تخافش، ما تخافش يا بيكا انت راجل. بصوا رمضان اتحول يا حسن. رمضان اتحول يا حسن. تعال حسن بسرعه، تعال بسرعه، اجري كده، اجري كده بسرعه. تعال كده يا حسن. تعال يا بيكا. عدي يا بيكا معايا. هنا دلوقتي. خد بالكم انتم معديين. خدوا بالكم انتم معديين. بقولها تاني بشكل كويس عشان الحته دي مننا تعبين وعارف تمام. بص المنظر عامل ازاي؟ اهو اكيد انت شايف. تعال يا بيكا انا هشيلك. ربنا يستر. تعال يا حسن وعدي بالراحه.
الحق رمضان عايز يعد ميزو. الحق رمضان عد ميزو. رمضان عد والله. اه هو ايه اللي بيحصل؟ كوتا الحق ده ميزو بينادي عليا. افتكرت افتكرت كوتا الروح كده. ميزو فاق شكل العضه بتاعت رمضان بتفوق اي حد لو يعني الكائن الاسود اتمكن فيه. يعني معنى الكلام ده ان الكائن الاسود ده لو سطر على اي حد نخلي رمضان يعضه او نخلي الكائن الاسود يعضه. المهم اي حد ممسوس من الكائن الاسود ده او الكائن الابيض لازم يتعض من طفل صغير والطفل ده يكون مع الكائن الشرير. انا كده يا جدعان فهمت اللعبه بتمشي ازاي. اهم حاجه تعالوا بس نجيب ميزو. تعالوا كده تاني. تعالى بيك بالراحه. ده قعد بالراحه بالراحه. خد بالك. تعال حد. تعال حد. اخويا كنت هقول لك ميزو هو. تعال ولا ولا ميزو كويس. هو تعال نقرب هنا. حسن قرب هنا. اهدى عشان رمضان جنبك. حسن اهدى اهدى. ايه ده اخد بيكا؟ اه ماشي ماشي هنجيبه. ميزو فهو معايا بيكا تاخد. عايزين نجيبه بيكا تاخد. رمضان كان بيضحك ضحكه شريره دلوقتي وهو معدي وكان باين على وشه. عدى من هنا والشر كان مالي وشه. بالله عليك فوق معايا عشان نجيب بيكا ونمشي من هنا. طب محمد فين؟ يلا بس قوم تعالى. عايزين نجيب بيكا ونفوق رمضان ونمشي. انا هجيب لك انت حسن. تعالى حسن. تعالى رمضان اهو. كمان اهدى يا جدعان. رمضان اتحول. يلا وعلى تشيرتك. ايه ده يا جدعان ده؟ ايه المرمطه دي؟ اهدى. تعالى حسن لف كده لف كده. تعال هنا حسن. الله خير. تعال فوق بس انت. تعال تعال حسن. الكائن الاسود اختفى كمان. انا مش عارف راح فين. مش عارف ايه اللي بيحصل اصلا في الارض الملعونه دي. انا مش عارف ايه اللي بيحصل هنا. وانت السبب في ده كله عشان قعدت اقول لك ما تروحش. قعدت اقول لك ما تروحش. عملت فيها سبع رجاله ببعض وكنت هتضيعنا لسببك. واد رمضان اتاخد وبيك. يعني انت كده ما خسرتش اهلك لوحدك. والله العظيم يا رب. يا جدعان بالله عليكم بالله عليكم اللي عنده حل يقول لنا. علشان كده الموضوع طلع عن السيطره وانا بجد مش عارف اعمل ايه وقرفت وزهقت. فبالله عليكم اللي عنده حل يقول لنا. استغفر الله العظيم. قول لي طب هنعمل ايه؟ ما تقعدش ساكت كده. يعني انت بتقول لي ما اهلك مش اهلك انت بس. قول لي كده دلوقتي. رمضان وبيك اتاخدوا. اما انا كل يوم بنام في البيت لوحدي. عايش حياتي كلها لوحدي. على الاقل احنا عارفين اهلك فين وهنجيبهم. عارفين ايه اللي حصل. زي ما ضاع هيرجعوا. وعلى فكره تعالى كده سنة حسن. تعالى بس ما تلومش غير نفسك. انت اللي كنت عايز تعمل فيا مقلب وحضرت الكائن الابيض عندك في البيت. يعني الغلط منك انت. انا غصب عني. بس الغلط منك انت. فما تلومش بقى حد غير نفسك. حسن تعالى ما تحركش. اهدى ميزه. تعالى ما تحركش. امشي بالراحه. ما تخافش يا بيك انا سامسون بيك. تعالى يا حسن احود الكاميرا وراك وامشي بالراحه. بالراحه ارجع بالراحه ارجع ارجع. بقول لك ارجع ارجع. ارجع اهدى يا ميزو. طب اهدى اهدى. ما مين دول؟ بص مش ده اللي انا محضره. مش ده مش ده اللي انت محضره. اللي انت محضره عندك في البيت. اللي انت محضره لسه في البيت عندك وحاجز اهلك كلهم. ده الكائن الاسود بيك اهو. بص اجيبك يا بيك. ما تخافش اهدى. رمضان خلقه. انت راجل يا بيك. ميزو انا هاجر هضرب رمضان بالرجل والكائن الابيض او الكائن الاسود. انا دماغي لفت ومش فايق. انت ركز معايا بالله عليك. بص اخده ومش اول ما اسمعني. هضرب الكائن الاسود بالرجل واحاول اوقع رمضان على الارض وانت خده. خد بيكا وسيب رمضان. خد بيكا وسيب رمضان. اهدى استنى عشان هم فاهمين دلوقتي احنا هنعمل ايه. هم فاهمين. بص بيجروا. هم فاهمين. اهدى يا ميزو اهدى 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 يا ميزو. ما تروحش اهدى. ما تغامرش اهدى بالله عليك بقى. ارمي انا بقى على حاجه. بس اهدى اهدى. بقول لك ايه رمضان كده كده ضعيف. اجري كتفه وخد بيه كمان. اجري سبيه. ايوه بس صح كده. ايه ده؟ ارجع ولا تاذيني ولا ناذيك. ارجع. طب انا اعمل ايه؟ ارجع ابعد على رمضان حسن بظهرك. انت جاي جنب رمضان. انت جاي جنب رمضان. ارجع. شفتوه؟ ارجع. انا همسك انا همسك لك رمضان. خد بالك اللي انا فهمته دلوقتي. رمضان لو عض رمضان لو عض واحد سليم هيتحول زيه. ولو عض واحد الكائن مسيطر عليه هيتشفي. امشي يعني رمضان. امشي كده. ماشي ماشي. ماشي. خد بالك بقى. امشي. اروح معاه؟
لا سيب، تعالى بيك، انا عايز افهم الناس بس. بصوا يا جدعان، لو في واحد الكائن الاسود مسيطر عليه، اول ما رمضان يعضه هيرجع وهيتشفه يبقى زي الفل، ولو واحد سليم رمضان عضه هيبقى زي الكائن الشرير وهيحاول يخلص علينا كلنا. يعني اللعبه دلوقتي بقت ملخبطه على الاخر، فاللي عنده حل للموضوع اللي احنا فيه بالله عليك يقول لنا. رمضان لو عض حد سليم بيحوله لكائن مرعب، ولو عض كائن مرعب او عض واحد كان الكائن المرعب مسيطر عليه بيرجعه سليم تاني. اهو ميزو مسك، تعالى بقى. انتوا لو كنت لو عض واحد سليم، لو عض واحد سليم هيتحول ليه؟ رمضان والله لو عض واحد سليم هيتحول. انا عارف انا بقول لك ايه، تعالى ولا فوق معايا، سيبك من الجو ده، فوق وارجع. حسب 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 حسب، خد بالك لو عدينا الموضوع هيبقى صعب، مش هتعرف تتصرف لوحدكم. ولا ارجع اتفضل، ولا ارجع، اقعد يلا اقعد يلا، تعالى هنا يا حسن، قرب هنا، خليك معانا احنا. اهدى ميزو، امسكه كويس، احنا كده لازم ناخده من هنا. بس اهدى، استرجل، اهدى. ولا بص يا جدعان، احنا هناخد رمضان مدحت ونطلع من هنا، وهنطلع الكائن ده من عليه او الجن اللي لابسه دلوقتي، وهنرجع مره تانية. اهم حاجه الكل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، وبالله عليكم ندي لايك للفيديو. عايزين نطلع من هنا. اللي هي خلصت، الناس هترجع وهيموتك واحد واحد. تعال بس، تعال تعال حسن معانا بالراحه، تعال بالراحه، عايزين نطلع من هنا. تعال ادي كان في قدامي، ارجع، اوعى على عدك، ارجع. بصوا يا شباب، في فيديو ظهر هنا دلوقتي، الكل يضغط على الفيديو ده ويتفرج عليه. الفيديو ده نزل على القناه بتاعتنا الجديده، بنعمل فيها شغل عالي قوي. الكل يضغط على الفيديو ده ويتفرج عليه ويشترك في القناه دي، وما تنساش تشترك في القناه دي برضو وتفعل زر الجرس، وانتظر الفيديو الجاي واحنا بنشوف رمضان مدحت. يلا يا ميزو، يلا بسرعه.